السلام عليكم. اليوم رانا في مشروع نتاع ربط طريق السيار الدائري الثاني تاع مدينه الجزائر اللي يربط بن عكنون بالدار البيضاء ومدينه عين نعجه والمنطقه تاع عين نعجه. اذا هنا نشوفوا الجسر هذا اللي يمر فوق طريق السيار، نشوفوا على الجهه اليمنى طريق السيار تاع الدار البيضاء، ونشوفوا الجسر هذا اللي يدي للطريق السيار باتجاه عين نعجه. وطريق السيار هذا راه من نوع التوع الثاني، والنوع الثاني فيه زوج ارويقه وفيه يعني الشريط نتاع التوقف الاضطراري لا بون داري ديرجونس، وفيه كذلك لي غليسيير دو سيكوريتي في كل الجوانب يعني في الوسط وعلى الجانبين. إذن سوف دركا نروح باتجاه طريق السيار هذا اللي قلنا من النوع الثاني، والفيديو هذا سوف يستمر حتى نكتمل كل طريق السيار هذا الى حدود منطقة عين نعجة. وفيه جزء ثاني جاي من الجهة الاخرى نتاع طريق السيار تاع الدار البيضاء، يعني الجسر من الجسر باتجاه لوتيسمون جوليفي ولوتيسمون باتجاه القبة، وهذاك سوف نشاهده في فيديو آخر. نخليكم تكملوا الطريق إلى حدود عين نعجة ونشوف الأشغال هي قرب الانتهاء. إذن نخليكم مع الفيديو، والسلام عليكم.